بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة نودة لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هشتغل معاكم درس جديد من سلسلة تعليم الكروشيه، وهي الدايرة السحرية او الحلقة السحرية. اسم الحلقة السحرية بالانجليش ماجيك سيركل او ماجيك رينج، باختصارها في الباترون ام جي. وبتشتغلي بالدايرة السحرية دي، اي مشروع بيكون دائري على شكل دايرة زي مثلا مفرش او طاقية كروشيه. طبعا انا هوريكم طريقتين للدايرة السحرية، ليها كذا طريقة. انا هوريكم طريقتين، واللي يريحك في الطريقتين ممكن تشتغلي بيها. انا اول حاجة اخدتها في سلسلة التعليم الكروشيه، اخدنا عقدة البداية، فانا هوريكي اول طريقة عن طريقة عقدة البداية. فبسحب طرف من الخيط وببدأ اشتغل كده عقدة البداية بلف الخيط على صوابعي مرتين، بعمل حرف الاكس كده بالخيط، وبعدين بقلب صوابعي بخرج تاني حلقة من اول حلقة. انا هجيب كده الابرة وهخرج تاني حلقة من اول حلقة، وهخلي الابرة كده معايا على الخيط. تمام، هسيب كده الطرف القصير على جنب، والطرف الطويل ده انا اللي هبدأ اشتغل بيه الغرز بتاعتي. تمام، هجيب كده الخيط هرفعه كده لفوق شوية اهو، وهلفه على صباعي لفتين كده، وهبدأ امسك الطرف القصير كده من الخيط هنا اهو كده. اهم حاجة يكون معايا الطرف القصير انا بشتغل الغرز، يعني اكون ماسكاه معايا في الدايرة اهو، اكون ماسكاه كده اهو. تمام، بعدين اول حاجة انا بشتغلها بشتغل غرزة سلسلة بتكون معايا ارتفاع، يعني مثلا انا لو هشتغل غرز حشو فبرتفع بغرزة سلسلة واحدة، لو هشتغل غرز نص عمود برتفع بغرزتين سلسلة، لو هشتغل بغرز غرزة العمود بلفة برتفع بثلاث غرز سلاسل، على حسب الغرزة اللي انت هتشتغليها بتبدأي تشتغلي الارتفاع بتاعها. مثلا انا هشتغل غرزة حشو فبرتفع بغرزة سلسلة واحدة اهي، وبعدين ببدأ اشتغل غرز الحشو جوه الدايرة، بدخل بالابرة وبسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين على الابرة، وبسحب الخيط على الابرة وبخرج من الحلقتين. كده اتكون معايا غرزة حشو. هبدأ اشتغل عدد من غرز الحشو كده، اول غرزة مثلا وليكن هشتغل 10 غرز حشو، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده انا اشتغلت 10 غرز حشو. تمام، انا معايا اهم حاجة معايا الطرف القصير ده، بيكون انا وشغالة بيكون معايا بلف بيه معايا في الغرز، يعني انا وشغالة لازم يكون معايا في ايدي. تمام، عشان انا بعد ما بخلص الغرز ببدأ ان انا اشد الخيط القصير ده. كده انا خلاص خلصت الغرز بتاعتي، هبدأ اشد الطرف القصير ده من الخيط اهو، وبعدين بتضيق معايا الدايرة، بتبدأ تتقفل معايا، هشده كده خالص اهي اتقفلت معايا الدايرة. وهاجي كده في اول غرزة انا اشتغلتها، بدخل بالابرة وبشتغل غرزة منزلقة، بسحب خيط كده على الابرة واخرج من الحلقة اللي معايا على الابرة على طول اهي. كده اتكون معايا الدايرة السحرية. طبعا انا الفراغ ده مش عايزاه مثلا يبان، فبشد جامد كده الخيط الزيادة اللي هو الطرف القصير اهو، فبتبدأ تقفل معايا الدايرة. دي اول طريقة معايا اللي هي دايرة السحرية، ان انا بشد الخيط. طب الطريقة التانية، انا بشتغل بطريقة الغرز السلاسل. نشوف الطريقة التانية، بشتغل عدد من غرز السلاسل يعني 4 او 5 غرز، ببدأ اقفل بغرزة منزلقة، وجوه الدايرة بتاعت غرز السلاسل ببدأ ان انا اشتغل الغرز ايا كانت، اذا كانت حشو او نص عمود عواميد ايا كان. هعمل اول حاجة عقدة البداية، وهبدأ اشتغل 5 غرز مثلا سلاسل، 1 2
اتنين تلاتة أربعة خمسة، كده 5 غرز سلاسل. هدخل في أول غرزة أنا اشتغلتها بالإبرة وهسحب الخيط على الإبرة، هخرج على طول من الحلقة كده، هشتغل كده غرزة منزلقة اهي كده. أنا قفلت الدايرة، وجوه الدايرة اللي اتكونت دي بغرز السلاسل بدخل فيها وببدأ أشتغل الغرز بتاعتي، إذا كانت أي غرز أنا هبدأ أشتغلها. مثلا هشتغل غرز حشو، هشتغل 10 غرز حشو، برتفع بغرزة سلسلة واحدة وبدخل كده في جوه الدايرة اللي اتكونت معايا، هشتغل 10 غرز. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. كده انا اشتغلت 10 غرز سلاسل. بس خدي بالك ان انتي في بداية الغرز اللي هي بتاعت السلاسل ممكن تشتغلي 3 غرز وتقفلي الدايرة، او 4 غرز تقفلي الدايرة علشان تكون معاكي الدايرة مقفولة عن كده شوية، تمام؟ ودي الطريقة التانية. بعدين بتيجي في اول غرزة معاكي اشتغلتيها من غرز الحشو، بتقفلي السطر بغرزة منزلقة، بتسحبي الخيط كده على الابرة وتخرجي من الحلقة اللي كانت على الابرة. هرجع لأول طريقة ونشوف ممكن نشتغل بيها كذا غرزة، إذا كانت غرزة الحشو نص عمود العواميد هفك كده الغرز وهبدأ أشتغل بأول طريقة أنا اشتغلتها. بجيب كده طرف الخيط القصير على صوابعي وبلف الخيط على صوابعي مرتين، بعمل حرف الإكس بالخيط وبسحب العقدة الحلقة التانية من أول حلقة بالإبرة كده اهو، تمام؟ بسيب الطرف القصير كده على جنب وباجي الطرف الطويل اهو بتاع البقرة اللي جاي من البقرة، بلفه على صباعي مرتين وببدأ امسك الطرف القصير مع الدايرة كده اهو بصابعي التانيين، وهبدأ اشتغل مثلا وليكن غرز النص عمود. احنا اشتغلنا غرزة الحشو فارتفعنا بغرزة سلسلة واحدة، في نص العمود الارتفاع بتاعها غرزتين سلسلة، فهشتغل غرزتين سلسلة ارتفاع، هدي 1 2، وبعدين هبدأ اشتغل في جوه الحلقة مثلا 10 غرز نص عمود جوه الدايرة. بسحب خيط كده على الابرة وبدخل جوه الدايرة، بسحب خيط بيتكون معايا 3 حلقات، بسحب خيط على الابرة واخرج من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. كده اتكونت معايا اول غرزة، 1 2 3، واخد لبالي ان انا بمسك الطرف القصير ده معايا انا وشغاله وبلف معايا بالغرز، تمام؟ كده 3 4 5 6 7 8 9 10، اهو الطرف القصير معايا برضو. فببدأ ان انا اشد الطرف كده اهو القصير، بتشده خالص كده بضيق بيه الغرز اهو. ودي الميزة الحلوة ان هي في الدايرة دي، الطريقة دي يعني بتقفل معايا الدايرة خالص اهي، تمام؟ وباجي في اول غرزة انا اشتغلتها بدخل في بالابرة كده وبشتغل غرزة منزلقة، بسحب الخيط واخرج من الحلقة مباشرة، وكده اتكون معايا الحلقة السحرية وجواها غرز النص عمود. طيب نشتغل الحلقة السحرية ونشتغل فيها غرز العواميد بلفة، هسحب طرف من الخيط وبلف الخيط على صوابعي مرتين وبسحب تاني حلقة من اول حلقة كده بالابرة، بسيب الطرف القصير كده على جنب وباجي باخد الطرف الطويل من الخيط بلفه على صوابعي، وبعدين هشتغل مثلا غرز عواميد بلفة. فانا هرتفع ب3 غرز سلاسل، 1 2 3،
وهبدأ أشتغل مثلا 10 غرز عواميد بلفة في جوه الحلقة. بلف الخيط على الإبرة وبدخل جوه الحلقة، بسحب الخيط، بيتكون معايا 3 حلقات، بسحب خيط على الإبرة واخرج من حلقتين، بعدين بيتبقى حلقتين، بسحب خيط على الإبرة واخرج من آخر حلقتين. كده اتكون معايا غرزة العمود بلفة. كده أول غرزة، 2، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. كده اشتغلت 10 غرز عواميد، وباجي كده الحلقة القصيرة اللي معايا، فببدأ اشدها كده، بشد الخيط جامد اهو، اتقفلت معايا الحلقة. وبعدين بقفل الحلقة معايا في اول غرزة اشتغلتها، او يا بتقفليها في غرز السلاسل في ثالث غرزة، او بتقفليها في اول غرزة عمود معايا. تمام، بدخل كده بالإبرة وبسحب الخيط واخرج من الحلقة مباشرة. تمام، كده اتكونت معايا الدايرة السحرية وجواها غرز العواميد بلفة. طبعا على حسب البطر المرسوم عندك. وكده يكون خلص معايا درس النهاردة. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس، واستنوني في الدروس اللي جاية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.